عرفتي انا كنجي نضم معايش بالزروالي الله يطلق سراحو. انا من نهار اللي تقتلت بالزروالي وانا كنجي كنطلب من الله الله يطلق سراحو وكل براء ان شاء الله. وهادشي اللي كنقول من يوسف الزروالي راجل طيب وراجل ممتاز ما كاينش بحاله. وكانوا غير 10 الناس كل اللي قال على السيد هذا وراه المغرب ما غيكونوش فيه الفقراء ما يكونوش الناس المحتاجين حتى شي غير كيدير. واش كاينه شي علاقه بينك وبين يوسف الزروالي؟ غير الخير وليه كنعرفو انا في اليوتيوب صافي ما عمري تلاقيتو ولا هادي كنعرفو في اليوتيوب فهمتي. كنشوف ديك الاعمال اللي كيدير ذاك الخير اللي كيدير كيعاون المعاقين كيعاون الناس الفقراء كيعاون الناس المحتاجين. ما خلى ما دار جاب بلا نصدقهم ما خلى ما دار هذاك السيد كيطلع للجبال عمرو عاونك انت؟ ما عمرو عاوني تنقول لك انا تنجيبو غير بلي فيديو وتعجبني لا عاون دوك الناس بحال اللي عاوني انا فهمتي. انا ملي كنشوف كيعاون شي فقير وشي محتاج راه بحال اللي عطاني تاي انا هذا هو لازم سبب باش تنجي نوقف معاه. شكرا.